عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قاعده زي انت دي. بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاع ليه وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ بعرف يا شريف ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني. محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم مش قادر. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئة. لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني ستودنت، تيل مي انت هتخشي عليه ازاي الكائن ده؟ هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربوني انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك. خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب. لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش حرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شافهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير أوي النهاردة يا سيف، اتضربت كتير أوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي، أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى ركنوا. اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، صينيه في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ دي ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. ايه؟ افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هترشهم؟ طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين، رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف.
اضرب اضرب اضرب. انسه نيلي، انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله، اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح، فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده، ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش، خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني، معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بصي يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما اضعضعش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما اضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها، اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت، اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. وتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على اللي عمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاكي رقمي كلميني، ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيبي يا حمزه، سيبي يا حبيبي، سيبي. بيقول لك باي باي، عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت، لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعق لك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك ايه يا سيف،
الطماطم احلى ولا الخيار الهلات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هنيك انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبك؟ هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشه. تشحن بعشه بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 وال5 ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركة وانتم موظفين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهواء، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي يعني، امشي يعني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. انسى شريهان. ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسف يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاعه اللي على دماغك دي؟ اصل التكييف عمال ينقط. فضل انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاعه اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين. اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد؟ ساعة نستناكي؟ اه. مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى. بصراحة اه. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه. اقلعه؟ انا مالي؟ ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. اه طبعا، اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء. يا رب صبرني. أنسة شريهان. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في ايه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض. يا ألف نهار.
مليار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي عليا حبيبه خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اخسى عليكي تاني، هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه؟ اكل امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. ماشي، انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفي نار. ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي انا؟ بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي. ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. ايه الحق يا مستر عبد الله؟ ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا، عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان، يعني تجيب البنت لقمه وما تجيبليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ اه شوفي، لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك، مش هتاخر. ماشي يا خالتي. قوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا حبيبتي، عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف، انا عايز اقول لك على حاجه، لو غصتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا، او لمنير. ماشي، هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي، هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حقيقه؟ سوري، تشربي حقيقه؟ شاي قهوه؟ نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت، هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه.
اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا لهو سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعملي سكران. ماشي معلش. خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عندي أنا؟ يا عم المشكلة عندي أنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ أيوة صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبهولي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي لا انت ايه قليل الادب. دي بنتي مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف مش سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي. مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه انا ما تلاقيش. بليز دوروا كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره.
دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت صور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة.